رجعنا مع حضراتكم علشان نرحب باثنين من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي ايام الزمن الجميل. نرحب بيهم هنا في اول يعني برنامج مئة في المحترف في الدوري المصري. نرحب بكابتننا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، او طبعا كابتن عادل تعيمه طبعا، يعني اللي كان واحد الحقيقه من كمان المدربين اللي شرفت بالتدريب معاهم وانا في قطاع الناشئين، ورمز كبير من رموز النادي الاهلي. كابتن عادل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا هاني، والحمد لله على سلامتك، وعرفنا ان كان عندك كورونا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ترافولتا الكره المصريه ونجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، ومنورنا. مبروك، وحاجه جميله جدا، وبالتوفيق دايما كده. ربنا يخليك كابتن عادل، وحشنا ومنور الدنيا. كمان يا كابتن، الله يخليك. طبعا مباراه النادي الاهلي والزمالك كابتن عادل، كنت يمكن اتكلمت في الانترو، وحابب برضو حضرتك تتكلم عن، هنتكلم فنيا ونتكلم على الارقام، لكن رؤيتك لمباراه النادي الاهلي والزمالك بكره في يعني ديربي بيتابعوا الملايين والملايين سواء داخل مصر او خارج مصر. ونقطه اللي انا اتكلمت عليها ان احنا نبدا مرحله جديده من عمليه لا للتعصب، ونبدا مرحله جديده قد نمحي جزء من الصوره السيئه اللي واصله للخارج للرياضه المصريه والكره المصريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا احنا اللي انت حضرتك بتقوله ده بنقوله بقالنا 30 40 سنه، لا للتعصب مش هينفع من غير ما يبقى فيه ثواب وعقاب. صدقني والله في الخارج، وانت طبعا راجل لعبت بره، في اللي حد بيغلط يا اما بيخش الملعب يا اما بتوقف، يا اما اللي هم شغالين في البرامج الرياضيه لو واحد بس اتحاسب وعمال يدي سموم للناس. احنا كلنا مصريين بنلعب لعبه للمتعه. صحيح. كره قدم يعني متعه، ملهاش حاجه ثانيه. البطوله بناخدها خلاص في الدولاب، بس انت بتمتع الناس، وبعدين بتدي صوره للعالم كله ان مصر فيها كره قدم عاليه جدا. النادي الاهلي سابق برشلونه في الترتيب، يعني 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 انت في الترتيب اللي عاملينه واخيرا النادي الاهلي في يمكن 17 عالميا على مستوى برشلونه 20، مانشستر يونايتد 53 او 56. فيعني معناها وطبعا الزمالك برضو ماشيين ثالث افريقيا. فهي رياضه تنافسيه. السوشيال ميديا والمواقع والاعلام والصحفيين، اي حد بيغلط في انسان مصري يبقى في قضيه، ترفع عليه قضيه او يتشطب او يتوقف. مش هينفع لا للتعصب، زي برضو مثلا اي حاجه في المرور، لا مش هينفع. صحيح. لابد على جميع المستويات، على جميع المستويات. كابتن شريف، ويعني كمان عايزين نرجع تشرح لنا الاجواء في الديربي ما بين النادي الاهلي والزمالك في الثمانينات والسبعينات اواخر الثمانينات. كان الاجواء عامله ازاي، والعلاقه ما بين الجماهير عامله ازاي، والعلاقه ما بين اللاعبين عامله ازاي، وقد ايه الى حد ما السوشيال ميديا لما دخلت الامور تغيرت للاسف للاسوء يعني. لا بص كابتن، زمان كان الملعب كله اهلي وزمالك، الاثنين مقسومين، وكنت تلاقي شريط واحد عساكر كده وشريط ما فيش اكتر من كده في الامن، والامن العادي اللي هو بيبقى موجود. ولكن هما كانوا بيتغنوا بيطلعوا اغاني لبعض واحنا بننزل نسخن. ما كانش عندنا حاجه ضد، ما كنتش بشوف حد من الزمالك بيشتمني مثلا، او الاهلي او حد من جماهير الاهلي. كل مهتم بفرقته، كل مهتم بتحفيز وتنشيط فرقته، كل مهتم باليوم ده انه يكون ليه هو. فبالتالي الاحساس بالجماهير وانك باحساسك انت والمسؤوليه اللي انت تجاهك تبع الجماهير وتبع النتيجه بتبقى محدده، بتبقى مركز في المنطقه دي. بس حكايه السوشيال ميديا واللي بيحصل، ما دي كلها هاني بتتلغي يا كابتن في الماتشات الدوليه، في الماتشات المنتخبات. ما احنا اول ما بتسند بطوله 23 سنه وبنشوف احسن تحضير لبطوله شفناه على المستوى الجماهيري والجماهير قاعده مع بعض، كله بيشجع بعض، قاعده مع بعض وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيشجعوا مع بعض وبقلب كل حاجه. لا انا عارف مين اهلاوي ولا زملكاوي ولا محلاوي ولا كله ايد واحده. اذا بعض الاشخاص اللي انتوا اتكلمتوا عنها في السوشيال ميديا اللي هي بتحاول يكون لها وجود وابراز شخصيتهم، هي اللي بتعوق الحكايه بس. وبتنتسب لمين بقى؟ يقول لك ده فلان وده فلان وده فلان، ده من هنا. صحيح. وده من هنا. فلازم يبقى فيه وعي.
والوعي ده كمان زي ما اتكلمت مع حضراتكم ان هو ده دور مهم جدا جدا، وكان سبب واضح وصريح من اهداف هذا البرنامج المحترف في الدوري المصري. وياريت نلاقي تاني صوره الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاته هم رايحين يحيوا الجماهير تكون موجوده، وياريت زي ما قلت لحضراتكم زي ما اللاعبين والاجهزه الفنيه بتسلم على بعض قبل المباراه كمان يتجمعوا ايا كانت النتيجه، فوز الاهلي الزمالك يتجمعوا في وسط الملعب ويسلموا على بعض. صدقوني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا جدا ورسائل للجماهير. كابتن عادل عايز اتفضل. اولا في الستينات والحاجات دي بتيجي دايما في الارشيف اللي موجود في التلفزيون، بيلاقي نادي الزمالك بيلاعب فريق انجليزي توتنهام او الفرق اللي هي بيبقى جايبها من انجلترا، بياخدوا الكابتن صالح، بياخدوا الكابتن طه، بياخدوا الكابتن عادل هيكل وبيلعبوا في نادي الزمالك. نفس القصه برضو لما الاهلي بيلعب بنفيكا واخد من الترسانه ومن المصري، واحنا جبنا علي ابو جريشه مره احنا لسه شايفين حتى امبارح على مستوى مثلا المملكه السعوديه الهلال والنصر عاملين فريق بيلاعب باريس سان جيرمان، كان ده موجود زمان، صوره مشرفه جدا يعني فريق يعني فريق مختلط ما بين يعني نجوم الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا فرق على المستوى الاوروبي. انا نفسي ان الصوره دي هي اللي تتصدر، هي العناوين دي اللي تتصدر مش عناوين الاثاره ويعني زي ما بنقول كده التحريض وكل دوت للاسف غايب عن حتى على مستوى مش كل الناس على البرامج التدريبيه يعني على طول في ودنا يعني. اللي انتوا استحضرتوني انت وكابتن محمد يحيى مع مطه اسماعيل، يعني فاكر الماتش اللي كان بيتلعب في استاد الزمالك، في استاد الزمالك طه اسماعيل ومحمد يحيى امام كويس وعادل هيكل صحيح، يعني هم دول في السبعينات الاهلي والزمالك. في السبعينات يا كابتن في ملعب دي فكهة الدنيا كلها صحيح. في ملعب النادي الاهلي منتخب المانيا لعب منتخب الاهلي والزمالك في استاد الاهلي الاسماعيلي اللي الناس بتوقع بيننا وبين الاسماعيلي، الاهلي والاسماعيلي بيلعب سراييفو في استاد الاهلي والجمهورين قاعدين بقى مع بعض. مش هيحصل غير لما يبقى فيه هناك ثواب وعقاب، ومن أمن العقاب أنا مع حضرتك، من أمن العقاب أساس أنا مع حضرتك مليون في المية. والأهم من ده كمان أن يكون في يعني رسالة واضحة في البرامج الرياضية وعلى دور للمسؤولين بشكل واضح، دور للإدارة الفنية للاعبين والجماهير أن احنا نظهر إيجابياتنا، نظهر فعلا الروح الرياضية أيا كان تكسب تخسر، دي كورة رايحة جاية هتاخد بطولة هتخسر بطولة، ولكن يبقى في الآخر سمعة الكرة المصرية والرياضة المصرية المتمثلة دائما في قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك. اتكلمنا عن النقطة دي وكان مهم جدا نتكلم عليها، لكن كمان عايزين نتكلم فني شوية على مستوى هذه المباراة. هنستقبل بعد شوية يمكن كمان عندنا على مستوى التحليل الرقمي والتحليل الفني أحمد بيومي من الناس يعني القادرة والمتعلمة بشكل كبير جدا على مستوى الإحصائيات أو على مستوى الأرقام، ونشوف مقارنات وما بين النادي الأهلي وبعض نجوم النادي الأهلي والزمالك وتوقعاته إيه للمباراة القادمة على المستوى الفني. هناخد بعض الأرقام من كده وكمان هنناقشهم مع ضيوفنا، لأن كمان عندنا نجمين كبار بحجم الكابتن شريف والكابتن عادل لازم كمان نتكلم معهم فني. نرحب بطبعا أحمد بيومي هيكون موجود معانا طبعا.